معنا مشاهدينا عبر سكايب مازن الشامي، مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريفها. مازن، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. هذه حالة من عشرات الحالات في عين ترمى، ما حجم صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك وحاجة الأهالي إلى المستلزمات الأساسية؟ نعم، مساء الخير. يعني حقيقة اليوم أهالي بلدة عين ترمى في الغوطة الشرقية هم من أكثر العائلات حقيقة تشردا، أنا أصفهم بالتشرد، لأنهم حتى إن هربوا من تحت القصف إلى مناطق أخرى أو مجاورة لبلدة عين ترمى، نلاحظ إن هذه المنازل التي يستأجرونها غالية وباهظة جدا، لذلك هناك عائلات كثيرة لم تستطع الخروج بسبب غلاء أو ارتفاع أسعار البيوت. اليوم من يتواجدون في بلدة عين ترمى تحت القصف، حقيقة هنا يوميا عشرات الحالات نتيجة والإصابات نتيجة القصف من قبل قوات النظام. نداءات استغاثة يومية يطلقها المجلس المحلي في عين ترمى والفعاليات المدنية والهيئات الإنسانية يطالبون فيها المجتمع الدولي والدول الضامنة لوقف خفض التصعيد التدخل لإنقاذ المدنيين الذين يقصفون يوميا في عين ترمى. طبعا الفعاليات المدنية والمجلس المحلي أعلنوا أيضا بلدة عين ترمى بأنها منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وذلك بسبب القصف الشديد لأحيائها السكنية وأسواقها الشعبية، بالإضافة للحملة الشرسة على جبهات البلدة مع انعدام الحياة. يعني أمس هو أول يوم من افتتاح المدارس، لم يذهب الأطفال إلى المدارس بسبب كثرة القصف واشتداده. مازن، في وسط هذا القصف وسقوط عشرات الجرحى يوميا، ما مدى جاهزية المشافي الطبية المتواجدة هناك؟ للأسف يعني جميع المشافي الطبية في بلدة عين ترمى تم تدميرها بالكامل، وحتى يعني فرق الدفاع المدني أيضا تم تدميرها من قبل قوات النظام التي تستهدف يوميا. يعني أقل يوم هناك أكثر من 50 صاروخ أرض يستهدف هذه البلدة الصغيرة. يعني حتى الملاجئ، لا يوجد ملاجئ، الخدمات الطبية انعدمت نهائيا بسبب شدة القصف. يعني أنا عندما أتكلم عن صاروخ أرض، هذا الصاروخ عندما يسقط على بناء يسقطه بالكامل على الأرض. إذن اليوم من بقي في عين ترمى حقيقة يعانون أو لا يعرفون في أي دقيقة يموتون بسبب القصف الشديد. مازن، لم تصل مطلقا مساعدات إنسانية إلى عين ترمى، أم وصلت لكن أقل مما وعدوا بها الأهالي؟ للأسف يعني منذ بداية الثورة، منذ 6 سنين ونيف إلى الآن، لم تدخل أي مادة غذائية إلى بلدة عين ترمى. نلاحظ أن المواد تدخل إلى المدن الأخرى التي لا يوجد فيها قصف. إذن النظام يتعمد على تجويع المناطق التي تتعرض للقصف، وخاصة يعني عين ترمى ومنطقة المرج. لاحظنا في الأشهر الماضية منطقة المرج كانت تتعرض لقصف عنيف ولم يدخلها أي مادة غذائية، سوى بعد أن توقف القصف دخل تقريبا منذ شهر مواد غذائية. اليوم عين ترمى حقيقة تم إعلانها بلدة منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولم يدخل إليها أي مادة غذائية أو حتى مادة إنسانية أو طبية. اليوم عندما يسقط جريح في عين ترمى يتم إسعافه إلى بلدات الغوطة الشرقية المتواجدة في القطاع الأوسط. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر سكايب مازن الشامي، مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريفها.